السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم عندنا عرض لواحد الشقه بثمن همزه، متراج كبير، ثلاثه البيوت وصالون. الناس اللي مهتمين بشقق متراج كبير، هاد الشقه هادي ديالكم، شقه جميله بثمن جد مناسب، 100 متر فيها ثلاثه البيوت وصالون، جوج حمامات لاكويزين، والثمن ديالها صراحه مناسب. فالظروف خاصة خلات صاحب الشقة ينقص في الثمن. خليكم على فيديو من الأول حتى الآخر. إلى عجبكم المحتوى الله يجازيكم بخير، ما تنسوناش من تشجيعات ديالكم بالجيمات والبارتاج مع الأهل والأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. قبل ما نبدأ كنبغي نرحب بالناس اللي دائما كيشجعوني، الناس الزوينين الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا يا ربي. كتفرحوني بالتشجيعات ديالكم بالتعاليق الزوينة في حالكم، الله يجازيكم بخير، شكرا لكم بزاف. مرحبا بالجاليه المغربيه ديالنا واكيد المغاربه ديالنا داخل الوطن والناس اللي دخلوا اجداد على بركه الله. بالنسبه لهذه الشقه هذه راه فيها صالون تبارك الله كبير، فيها ثلاثه البيوت، فيها لاكويزين، فيها جوج حمامات. الشقه تتواجد في سيدي مومن جديد، المجموعه واحد، جات قريبه البوسطة وجات قرب مدرسة بنو باديس، جات قريبة من جميع المرافق، كل شيء متوفر وكل شيء كاين حداك. ربعة السكان اللي كاينين، خليكم على فيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا المعلومات كاملين. بالنسبة للمرافق، جميع المرافق متوفرين، جميع المواصلات متوفرين. هذا صالون كما كتشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله، صالون كبير. بالنسبه للشميس راه على طول النهار كما قلت لكم، ربعات السكان اللي كاينين، الناس اللي مهتمين بشقق السكان قلال، هذه الشقه هذه راه ربعات السكان اللي كاينين. الشقه تتواجد في سيدي مومن جديد، المجموعه واحد، جات قرب البوسطه وقريبه من جميع المرافق، كل شيء كاين حداك. خليكم على فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المعلومات كاملين. الناس مهتمين بشقق متراج كبير، هاد الشقه هذه راه تبارك الله متراج كبير، فيها ثلاثه البيوت وصالون، جوج حمامات لاكويزين، وفيها سيجور. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه. فالله يجازيكم بخير، ما تنسوناش من التشجيعات ديالكم، من البارطاج ومن الجيمات باش يطلع على فيديو يبان للناس وتعمل فائده، وهذا الشيء اللي كنتمناو. بالنسبه للناس اللي كيقول نوال حطي لنا فيديوهات في فيسبوك، راه تنزل لكم فيديوهات في فيسبوك، راه نفس الاسم ديال القناه نوال مذكوريه، فيسبوك انستغرام تيك توك راه نفس الاسم، ما عليكم الا تدخلوا تابوناو باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. فالناس اللي مهتمين بهاد الشقه هذه مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا. الشقه تتواجد في طروازيام ايطاج، ثلاثه السكان اللي كاينين. بالنسبه للسطح راه السطح تبارك الله كبير، بالنسبه للسطح راه مازال السطح مشترك. خليكم على فيديو، غادي نذكر معكم البارتمات اللي تباعوا، البارتمات اللي مازال متوفرين، فالناس اللي مهتمين مرحبا. بالنسبه للشقه اللي تتواجد قرب وزين كوكا بروميير ايطاج، شقه جميله راه مازال متوفره، الناس اللي مهتمين مرحبا، راه مازال متوفره والثمن جد مناسب، فيها ثلاثه البيوت وصالون. وبالنسبه للشقق اللي كانوا عندنا في شارع محمد زفزاف تباعوا، مازال كاين عندنا شقه في اقامه الحديقه طروازيام ايطاج، راه مازال متوفره، اللي بغاها مرحبا. وبالنسبه للشقق اللي تيتواجدوا عندنا في البرنوصي، مازال كاين عندنا بروميير ايطاج وكاين عندنا دوزيام ايطاج. بالنسبه للتروازيام ايطاج تباعت وبروميير ايطاج تباعت،
وغادي نعاود معكم المعلومات بخصوص هاد الشقة هادي. بالنسبة لهاد الشقة هادي ستتواجد في الدار البيضاء سيدي مومن جديد، مجموعة واحد، جات قريبة من جميع المرافق، كل شيء كاين حداك وكل شيء متوفر. الشقة تتواجد في الديور 4 سكان اللي كاينين. بالنسبة للسطح راه كاين سطح مشترك، تتواجد في التروازيام ايطاج، فيها 100 متر، 3 البيوت وصالون لا كويزين، 2 حمامات وكاين سيجور. بالنسبة للشميسة مشمسة وجات قريبة من جميع المرافق، كل شيء كاين حداك وكل شيء متوفر. الناس اللي مهتمين مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معايا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم في لا فيديو، جيو شوفوها والله يسر الامور الجميع يا رب، والله يسهل على الجميع. بالنسبة للملكية ديال هاد الشقة هادي، ملكية مشتركة، عندك 25% من التيتر، الثمن ديالها هو 46 مليون، قابلة للتفاوض. فالناس اللي مهتمين مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا عبر الرقم اللي غادي نخلي لكم، وجيو شوفوها ويكون خير، الله ييسر الامور للجميع يا رب. الناس اللي باغين يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا والف مرحبا، ما عليكم الا تواصلوا معنا. كنتمنى يا رب دائما نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنفيدكم ولو بشي حاجه بسيطه، حتى نتوما بدوركم الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا بالجيمات والبارطاج القناه مع العائله والاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم، باش تعم الفائده وباش تشجعوني حتى انا نزيد نحط اكثر ونزيد نجيب لكم الجديد. وراه دائما كاين الجديد ودائما كاين بارتمات في متناول الجميع، غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. بالنسبة للشقق اللي مازال متوفرين عندنا، غادي نذكرهم معكم، وحتى الشقق اللي تباعوا باش الناس اللي دخلوا جداد يعرفوا الشقق اللي مازال متوفرين، الشقق اللي تباعوا. بالنسبة لإقامة نور سيتي، مازال كاين عندنا بروميير ايطاج، بالنسبة للتروازيام ايطاج تباعت و الدوزيام ايطاج تباعت. الناس اللي مهتمين بشقق داخلين في الدعم، ان شاء الله غادي نشارك معكم شقق داخلين في الدعم. الله ييسر الامور الجميع يا رب، والله يسهل على الجميع، اي واحد كيتمنى شي حاجه فالله ييسر لي فيها يا رب. بالنسبه للشقه اللي تتواجد في سيدي مومن، بروميير ايطاج تباعت و دوزيام ايطاج تباعت. بالنسبه للاناسي، الشقه اللي تتواجد في بروميير ايطاج تباعت و دوزيام ايطاج تباعت. هذا هو السطح كما كتشوفوا معايا، السطح راه مازال مشترك. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونكون خفيفه على قلوبكم، ونكون فدتكم ولو بشي حاجه بسيطه. والى اللقاء، الى فيديو قادم، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال يا رب.